انا مع عقوبه الاعدام الى تثبتت 100%، يعني ما كاينش شبهه في يعني في سميتو في الجرم. اما اذا كان شبهه في الجرم راه يعني اعدام الشخص يعني بتهمه يعني ما متبوتاش راه مشكله، راه كيبقى يعني راه الحياه عزيزه عند الله ما كان الامر. انا مع وقف عمليه الاعدام لان كاين مواطن، لان في صراحة الاحترام الإنسانية وداك الشيء خص الإنسان ما ينفذش دوك عملية الإعدام وداك الشيء، وفي صراحة احترام الإنسانية وصافي، هذا هو لو سول زعما أرغيومون اللي عندي. تنتمنى إذا كانت الحالة تستوجب حالة الإعدام نبغيو الإعدام يتطبق، لأن كاين شي حالات اللي لازم باش تسمع باش تاخذ ياخذوا من الناس الثانيين العبره. مثلا واحد غادي يقتل واحد، الا كان فعلا في حاله تعدي او حاله شرب او حاجه نطبقوا الاعدام باش نقصوا من الظواهر شويه اللي ولات تتعم المجتمع بزاف. يا ما شباب تيمشيو هكاك هباء منصوره وما والناس الاخرى ما تنعرفوش شنو المصير ديالها، على الاقل حتى ما كانش اعدام يكون المؤبد، المهم تشديد العقوبات باش نقصوا شويه من هذا الشيء. انا مع العقوبه ديال الاعدام لان الشرع والاحاديث النبويه كتوصي بهذا الشيء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، يعني العقوبه ديال الاعدام. يعني الانسان اللي دار شي جرم ولا دار شي حاجه اللي كتستحق العقوبه ديال الاعدام، مثلا قتل عمدا، دار شي يعني شي اجرام، شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف اللي كتستحق العقوبه ديال الاعدام، يعني الاعدام راه في حياه ديال الناس اخرين. لا انا ضد تحييد الاعدام. الإعدام ضروري، اللي دار العقوبة اللي دار الإجرام يسال العقوبة، وعقوبة الإعدام راه كاينة ومذكورة في القرآن، يعني اللي العين بالعين. أنا يا ضد هاد الفكرة هذه، أنا مع الفكرة باش تبقى عقوبة الإعدام في المغرب، باش يكون أي واحد ولا أي مجرم دار شي حاجة يكون عبرة للآخرين باش ما يديروش توما نفس الحاجة. البديل ما كاينش، حتى مشينا تخلينا واحد قتل وخرج راه معنا ما كاين والو. مثلا في السعوديه شفار الى شفر كيقصوا له يديو، هنايا شفار الى شفر كيضربوه بشهر الى ثلاث شهور وكيجيو عفو ملكي ولا شي حاجه ويجي يخرج. ام بالسيف مره اخرى غادي يولي شفر، ولكن لو كان تقصلو يديو واحد اخر والاخر والاخر باش يقدروا نفس الحاجه غادي يخافوا. هذا بحال هذا المثال هذا بصراحه. لا بين ا بيربيتويتي تقدر تكون بديل لهذا لعمليه الاعدام. واخص دابا المشكل في دابا في الطرق ديال الاثبات، اذا كانت الجريمه يعني ثابته 100% بدون نقاش وكاين عليها شهود، يعني ماشي غير شهيد واحد ولا جوج ثلاثه، ممكن تطبق عقوبه الاعدام للحد من الاجرام. اما اذا قضيه فيها شبهه وفيها سميتو راه صعيبه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.